مساء الخير. فصح مجيد مع احتفال لبنان والمسيحيين خصوصا الذين يتبعون التقويم الغربي بقيامة السيد المسيح وشعنينة مباركة للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي. فرحة الأعياد لا توازيها أي فرحة رغم الشدائد التي تمتحن اللبنانيين في يومياتهم، لكن هذه السنة فإن كثرا لم يتمكنوا من الاحتفال كعادتهم وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع تحليق الأسعار النارية للسلع الغذائية، ما حرمهم من ابتياع حاجات ومائدة العيد. وفي السياسة، رسائل حفلت بها قداديس القيامة المجيدة، ومن على منبر بكركي طمأن رئيس الجمهورية أن الانتخابات النيابية حاصلة وكل التحضيرات جاهزة، لافتا إلى أننا توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أمل أن يؤثر إيجابا على الوضع في لبنان. أما البطريرك الماروني وفي قداس الفصح فرأى أن اللبنانيين لا يريدون عن الدولة بديلا ولا يريدون لها شريكا، وأن اللبنانيين يتوقون للحظة التي ترفع الهيمنة عن لبنان ويتوقف تعطيل القضاء، فلا يبقى سوى سلاح واحد وقرار واحد. وشدد على أنه فيما تعود دول الخليج إلى لبنان من الواجب احترام سيادة هذه الدول وحسن العلاقات معها وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خصوصا أن هذه الحملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان بل بمصالح دول أجنبية. وتوجه الراعي إلى رئيس الجمهورية قائلا: واعدة هي زيارة البابا إلى لبنان، وهي بمثابة جسر بين عهدكم وعهد خلفكم مع التصميم لإجراء الانتخابات. وفي أحد الشعنين بتقويمها الشرقي قال المطران اليسعودي: على جميع أبنائنا القيام بواجبهم الوطني بكل حرية ومسؤولية، وأن الكنيسة الأرثوذكسية لا تدعم أي مرشح على حساب آخر. ومن حاضرة الفاتيكان بارك البابا فرانسيس المؤمنين في باحة كاتدرائية القديس بطرس، وقال: نطلب السلامة والمصالحة لشعوب لبنان وسوريا والعراق وجميع شعوب الشرق الأوسط. إذن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أننا نعيش مأساة صعبة تراكمت فيها المشاكل، ونحن اليوم في حالة صعبة وأنا أعيشها مثلكم. كلام الرئيس عون جاء بعيد وصوله إلى بكركي، حيث استقبله عند المدخل الرئيسي المطارنة حنا علوان وبولس الصياح وبيتر كرم وأنتوان عوكر، وتوجه إلى مبنى الصرع حيث كان في استقباله البطريرك الراعي. وبعد تبادل التهاني بالعيد والتقاط الصور التذكارية، انتقل الرئيس عون والبطريرك الراعي إلى مكتب البطريرك حيث عقد خلوة استمرت نحو 25 دقيقة. اليوم نعيش مأساة صعبة تراكمت فيها المشاكل، ونحن اليوم في حالة صعبة كتير، وأنا عايشها مثلكم، واللي أصابكم أصابني. طبعا بنطمنكم وبنطمن اللبنانيين إنه الانتخابات راح بتصير وكل التحضيرات جاهزة، لا سمح الله ما يصير شيء، لأنه كل اللبناني والأجانب أول سؤال بيطرحوه علي: الانتخابات رح بتصير؟ كل مرة منطمئنهم منطمئن الجميع. اليوم في أشياء إيجابية صارت، هي وصلنا لاتفاق مع صندوق الدولي، لربما بتكون هالاتفاقية بس بلش بدايتها، بتكون هي يبلش لبنان يطلع من الهاوية اللي وقع فيها.
بالإضافة كمان الدول العربية رجعت وصار في سيادة طبيعية مثل ما كانت بدون أي عمل أي جهد لهالموضوع هيدا. وطبعا نتمنى عيد سعيد لكل اللبنانيين. فخامة الرئيس موضوع الانتخابات بالاقتراب، موضوع الانتخابات بالاقتراب كان عم بيقولوا انه في مشكله بموضوع مراكز الاقتراب، رح تلاقوا لها حل نهائي؟ هذا ما نسال وزير الداخليه والوزير الخارجيه. لك شو بدكم فيها الانتخابات ماشي، ليش بلش المفروض انه مش ماشي؟ سياره القبر الاعظم فخامه الرئيس. التشكيلات القضائية بتحية بموضوع انفجار منطقة بيروت، يعني من يومين جربوا أهل الضحايا يوصلوا على الأدريس بعد ويعرفوا. امبارح وزير المال طلع بيان وقال إنه عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية في خطأ أساسي لتقتضي معالجته على شكل سابقة. يوم من حق أهل الضحايا يعني مش خطأ أساسي، في عرقلية لازم تعرفوا مين عم يعملها بقى. اجي كذبوا عليكم. طيب ماذا تقولي اهالي الشهداء اليوم وخصوصا انه الاهراءات ايضا يعني عم يجي نحكي بترميمه مش عم يتوجهوا للي معرقلين القضاء؟ وكلكم بتعرفوا من يعجل؟ ما شفتوه مين عجل؟ مين وقف مجلس الوزراء؟ لا بصير تسألوا سؤالات بتعرفوا بتعرفوا الجواب. عن زيارته أكيد زيارته نتمنى تكون بالفرح وبالأمل وبالرجاء. بده يزور لبنان طبعا وله برنامج خاص راح بيتطبق، وطبعا زيارته بتكون بركة لبنان. بعد في أمل بإنقاذ هالبلد؟ بعد في امل من انقاذ؟ نحن اليوم عم نعيد عيد القيامه، ما بينسال السؤال. نحن المسيحيه نركض تحت التراب على رجاء القيامه، ما رح نيأس. نحن طيبين بارنا على قيد الحياه. في قداس الفصح البطريرك الراعي أكد أن اللبنانيين لا يريدون عن الدولة بديلا ولا يريدون لها شريكا، ولا يجوز تحت عنوان إنقاذ لبنان أن يتم تغيير هوية نظامه الاقتصادي. عيدة الفصح المجيد لم تخلو من السياسة، مواقف أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحزم خلال ترأسه قداس الفصح على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. البطريرك الراعي أكد أن اللبنانيين يتوقون للحظة التي ترفع الهيمنة عن لبنان ويتوقف تعطيل القضاء، فلا يبقى سوى سلاح واحد وقرار واحد. وتوجه البطريرك إلى رئيس الجمهورية بالقول واعد زيارة البابا إلى لبنان، وهي بمثابة جسر بين عهدكم وعهد خلفكم مع التصميم لإجراء الانتخابات، والكل يقدر مساعيكم الهادفة لإقرار الموازنة. لا يريد اللبنانيون الحقيقيون عن الدولة بديلا ولا يريدون لها شريكا، إنهم يتوقون إلى اللحظة التي ترفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة ويسقط التسلط وتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين وتنتهي الإزدواجية وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية، فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة. فخامة الرئيس، إننا نسر معكم ببروز تباشير توحي بقرب دحرجة الحجر عن الوطن والشعب، فواعدة زيارة قداسة البابا فرانسيس للبنان في حزيران المقبل، وهي بمثابة جسر
بين عهدكم وعهد من سيكون خلفكم. فلا يجوز تحت عنوان إنقاذ لبنان أن يتم تغيير هوية نظامه الوطني الاقتصادي التي لا تخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية. إننا على ثقة بأنكم يا فخامة الرئيس من موقعكم كرئيس للجمهورية وحامي الدستور ورمز البلاد ستسهرون كما أنتم فاعلون على كل ذلك بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي. الراعي لفت إلى أنه مع عودة السفراء إلى لبنان من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها وتوقف الحملات على الدول الشقيقة، خاصة وأنها لا علاقة لها بمصلحة لبنان بل بمصالح دول أجنبية. وفي ختام القداس تقبل الراعي التهاني بالعيد. راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر وخلال ترأسه قداس أحد القيامة في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت اعتبر أن لا قيامة للبنان إذا بقي اللبنانيون متمسكين بالعصبية الدينية والطائفية وبمرجعياتنا السياسية التي تنمو وتقوى على حساب حقوقنا وتعب أيدينا ومتمسكين بتنفيذ إرادات خارجية على حساب مصلحتنا الوطنية. هناك قيامة للبنان ونحن كلبنانيين لا نزال متمسكين بما هو سبب موتنا، لا نزال متمسكين بعصبياتنا المناطقية والدينية والطائفية، لا نزال متمسكين بمرجعياتنا السياسية التي تنمو وتقوى على حساب حقوقنا وتعب أيدينا، لا نزال متمسكين بتنفيذ إيرادات خارجية على حساب مصلحتنا الوطنية ومواطنينا، لا نزال متمسكين بروحنا التجارية فنحتكر ولازلنا متمسكين بشطارتنا في تضبيط الأمور وتسوية المخالفات، لا نزال متمسكين بالتغاضي عن الحق والحقيقة من أجل مصلحة آنية زائلة. لا قيامة للبنان يحققها له الخارج، ولا قيامة للبنان إذا لم نتخلى نحن اللبنانيين جميعا عما نحن متمسكون به، تماما كما تخلى الله الابن عن ذاته حتى الإمحاء فكانت القيامة، وإلا ما في قيامة. ترأس البطريرك الكاثوليكوس لكرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل بيدروس 21 من أنسيون قداس أحد القيامة في كاتدرائية ماريلياس، وفي عظاته باللغة العربية قال لتكن قيامة المسيح نقطة انطلاق للسلام الشامل في ربوعنا وفي حياتنا والعالم أجمع. بهذا العيد المجيد، عيد قيامة مخلصنا يسوع المسيح، طالبين منه أن ينور عقولنا ويقود قوات هذا الوطن الحبيب حتى نعود إلى قيمنا الأخلاقية والدينية والإنسانية مرسخين في نفوسنا وضمائرنا وصية المحبة، حتى نصنع مجتمعا جديدا مبنيا على التفاني بالعمل ومحبة الوطن. أنا أكيد لأننا جميعا مقتنعون ولدينا الإرادة الصالحة حتى نقوم من مستنقع الظلام نحو مستقبل مشرق. المطران عودي في أحد الشعنين: على جميع أبنائنا القيام بواجبهم الوطني بكل حرية ومسؤولية، والكنيسة لا تدعم أي مرشح على حساب آخر. الحرية يجب أن تكون مصانة في كل الأوقات،
لأنها عطية من الله وليست منة من أحد، وعلى الإنسان أن يستعمل حريته بحكمة وتعقل لكي يمارس حقه دون أن يسيء إلى حرية الآخرين. هنا أود أن أؤكد لجميع أبنائنا أن عليهم القيام بواجبهم الوطني بكل حرية، بحرية ومسؤولية، دون أن يتأثروا بأحد، وأن الكنيسة لا تدعم أي مرشح على حساب آخر لأنها تحترم حرية أبنائها. على صعيد الوطن، الامتحان الأكبر الذي نقف أمامه اليوم هو: هل يملك شعبنا إرادة التغيير؟ هل يملك شعبنا إرادة التغيير ويسعى من أجل التغيير؟ أما أنه سينكفئ ويختار القديم الذي اعتاده، عندئذ سيتحمل مسؤولية اختياره، ولن يلقي لشكوى أذنا سامعة، ولن يكون لأنينه أثر في نفوس سامعيه، لأنه اختار مصيره بإرادته. قددي سعيد الفصح، عامة المناطق اللبنانية. في حصبية ترأس قداس العيد كاهن الرعية بحضور حشد من المصلين والمؤمنين، وتناول في عظته معاني المناسبة، متوجها بالمعايدة لكل اللبنانيين، مشددا على المحبة والتسامح ونكران الذات، آملا أن تكون هذه المناسبة فاتحة خير وباب خلاص لوطننا لبنان بكافة أبنائه، ليعيش جميع بخير وطمأنينة. وفي دير القمر احتفل كاهن رعية دير القمر الأب جوزيف وعون بقداس عيد الفصح المجيد بمشاركة حشد من الرعاية والمؤمنين. وفي طرابلس احتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بقداس منتصف الليل لمناسبة عيد القيامة في كنيسة مار مخايل، مؤكدا أن القيامة هي الحدث المؤسس لكون جديد وإنسانية جديدة. وفي صيدا ركز المطران إلي حداد في عظته على معاني العيد والاقتداء بتعاليم السيد المسيح وعلى آلامه. كذلك الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي أحيت أحد الشعانين. في أحد الشعانين للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي احتفلت المناطق اللبنانية بالمناسبة، حيث أقيمت القداديس والزياحات في منطقة مرج عيون، وفي بيروت زياح مشترك في ساحة سيسيم بدعوة من الكنائس المسيحية، وقد انطلق المؤمنون من الأشرفية من كنيسة سيدة الدخول ومن كنيسة مرمتر في الأشرفية، ولدى وصولهم إلى ساحة سيسيم تمت تلاوة الإنجيل المقدس. الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي احتفلت في طرابلس بأحد الشعانين، وأقيمت القداديس والزياحات في مختلف الكنائس، وبالمناسبة عينها احتفلت صور على وقع قرع الأجراس والتراتيل الدينية، وحمل الأطفال الشموع وسعف النخيل وأغصان الزيتون. كذلك أحيت الكنيسة الأرثوذكسية أحد الشعانين في شويفات. في قداس القيامة في الفاتيكان، البابا ينتقد روسيا ضمنيا بسبب حرب أوكرانيا، ويطلب السلام والمصالحة لشعوب لبنان وسوريا والعراق وليبيا. من باحة كاتدرائية القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، منح قداسة البابا فرانسيس بركاته، ودعا البابا خلال القداس إلى ضمان الدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وتمنى البابا أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع سكان المدينة المقدسة جنبا إلى جنب مع الحجاج تجربة جمال السلام والعيش في أخوة. وتابع البابا: نطلب السلام والمصالحة لشعوب لبنان وسوريا والعراق وليبيا وميانمار والكونغو الديمقراطية
الديمقراطية البابا فرانسيس حض خصيصا زعماء العالم على الاستماع لمناشدات الشعب من أجل السلام في أوكرانيا، وانتقد روسيا ضمنا لجر البلاد إلى صراع قاس لا منطق فيه. وأدلى البابا 85 عاما بتلك التصريحات في خطاب يلقيه سنويا للمدينة وللعالم أمام نحو 50,000 في ساحة القديس بطرس، وقال: عيوننا أيضا في ذهول، نرى أكثر مما يجب من الدماء وأكثر مما يجب من العنف، وقال: فليكن هناك قرار بالسلام من فضلكم، توقفوا عن استعراض العضلات بينما الناس تعاني. ثم شكر من استقبل اللاجئين من أوكرانيا الذين توجه أغلبهم إلى بولندا. وقال البابا وهو ينظر للساحة التي ملأتها زهور تبرعت بها هولندا: أرجوكم، نطلب بصوت عال السلام من الشرفات وفي الشوارع، ربما يستمع زعماء العالم مناشدات الشعب للسلام. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. في عكار إصرار من الأهالي على إحياء عادات عيد الفصح المجيد على الرغم من الأزمات الحياتية. منذر المرعبي. على الرغم من الأزمة المعيشية الخانقة، تبقى أجواء عيد الفصح المجيد عند الطوائف الشرقية مساحة فرح للناس وعودة إلى عادات وتقاليد راسخة. هدية كلياتها لورق، بس نحن عنا اللبنانية ما شاء الله حولهم، يعني كيف ما كانت الظروف بيقدر يدبر حاله بيعمل معه. بيعمل بالعيد أول يوم يعني مأكولات حلويات. هلا المأكولات مثل العادة رز عالدجاج، بيعملوا كمان ورق عنب هذا. بس تعرف هلأ كمية اللحمة أقل. والضيافات مثل ما بتعرف المعمول جوز بستو قليل كمان رح يقللو. وهيك يلا بنعاد عليكم. وعليك يا رب. المسيح قام من بين الأموات وواطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. على الناس عم تشتري ضيافات للعيد؟ والله هاليومين بلش يحرك الشغال الحمد لله، بعد العالم شوي عم بتحب تجي. هلا كنا عم نحضر الشمع للشعانين اذا الله راد لبكره، وبلشوا ياخذوا كمان شويه شوكولا، بس مثل بالحركه شوي خجوله، بس انه الحمد لله بنقول الحمد لله على كل شيء. الاسعار مرتفعه والناس وضعها بالويل 100%. 100% شو عم تفكر جديد السنه؟ والله هيدي السنه يا استاذ بلشنا بالشغل الهاند ميد، عم نعمل البومب شوكليت، عم نشتغل اشياء تنبسط فيها الاولاد وباسعار تكون كثير مقبوله لحتى نقدر نخلي الاجر لعنا على المحل وتقدر العالم تعيد وهالولاد تنبسط انه في شيء بعد يقدروا هن ياخذوه. يعني اسعار الشوكولا بتبلش من قديش تقريبا؟ يعني عندك المرتب اكيد بال10 دولار 17 دولار 20 دولار 22 دولار، هيدي الاسعار مبدئيا. وعم نسعر بالدولار لانه الحمد لله طالع نازل مثل الاسانسور، فبدنا نجرب قد ما فينا ندارك كل يوم بيومه. على امل ان تنتهي معاناه اللبنانيين، فصح مجيد وكل عام وانتم بخير. من عكار منذر المرعبي، امين سليمان، تلفزيون لبنان. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ دكتور سامي أبي المنى، وخلال زيارته لبريح ومؤسسة العرفان في السمقانية والمؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين زين، أكد واجب المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية باعتبارها واجبا دستوريا وحقا لكل مواطن في التعبير عن رأيه وقراره، وقال: من المؤسف تخلي الإنسان عن واجبه خصوصا في هكذا حال عندما يتعلق الأمر بوجودنا وحضورنا على المستوى الوطني العام. لأن التصويت والانتخاب والمشاركة هو حق لكل إنسان، حق لكل إنسان في هذه الطائفة وفي هذا الوطن، هو حق وهو واجب. ومن المؤسف أن يتخلى الإنسان عن واجبه أو أن يعتكف أو أن يتراجع، بالرغم من أن لكل إنسان حريته، ولكن المشاركة كما قلنا هي واجب وهو حق لنا. هذا الواجب هو حق لنا نؤديه بكل راحة ضمير، لأننا من خلاله ندافع عن وجودنا، ندافع عن حضورنا، ندافع عن قيمتنا الوطنية وعن وزننا الوطني. وكما تعلمون قلتها يوماً أن المجد لا يقاس بالأحجام والأعداد، بل يقاس بالتراث، بالقيمة التاريخية، بالحضور الوطني. نحن نريد أن نثبت هذا الحضور وهذا الوزن وهذه القيمة الوطنية.
أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط خلال جولة له في الشوف أن معركتنا هي بوجه من يريد إلغاء الجبل والهيمنة على الوطن، وسنخوض كل المواجهات في الانتخابات وبعدها كي نسترد الدولة التي تم خطفها. وتوجه للأحزاب من يتهمنا منا الأحزاب، نقول أين كنتم عندما استشهد كمال جنبلاط ومن أجل لبنان والسيادة، وعندما أسقط وليد جنبلاط اتفاق 17 أيار؟ وإن كانوا لما كمال جنبلاط استشهد كرمال لبنان والسيادة، وإن كانوا لما وليد جنبلاط أسقط اتفاق 17 أيار، وإن كانوا لما شباب جيش التحرير الشعبي فتحوا طريق الجنوب. شكله نسيوا التاريخ، خلينا نذكرهم. تاريخ أنتوا كتبتوا يا أهل بطمة مع كل الأحرار وب 15 أيار من الأضرار، راح نقول للكل أنه معركة الحق حتنتصر. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وخلال احتفال تأبني أقيم في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، رأى أن البعض يهاجمون السلاح بحجة تأثيره على الداخل، ولكنهم في الحقيقة يستهدفون المقاومة ولا يريدون لهذه القوة أن تكون موجودة في مواجهة إسرائيل لتحرير الأرض أو لحماية هذا الشعب. يهاجمون السلاح بحجة تأثيره على الداخل، ولكنهم في الحقيقة يستهدفون المقاومة ولا يريدون لهذه القوة أن تكون موجودة في مواجهة إسرائيل لتحرير الأرض أو حماية هذا الشعب. ليكن معلوما، من يستقوي بالخارج ليزيد من شعبيته في الداخل هو واهم، لأن شعبية الداخل مرتبطة بمن يحمل همومهم ويحمل خطا سليما لحمايتهم وفي آن معا لتحقيق سيادة هذا البلد. نحن نرى بشكل واضح كل أولئك الذين يصرخون عاليا وكثيرا ويصرخون بهتانا ضد الحزب لن يربحوا إلا آلام الحنجرة. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 16/4/2022 أوقفت قوى من الجيش في سهل حربة البقاع المواطن بانون الذي كان يقود سيارة نوع جيب ميتسوبيتشي دون أوراق قانونية وبرفقته المطلوب ميمدال، الذي حاول إلقاء رمانة يدوية على حاجز الجيش في المنطقة المذكورة، ما اضطر العناصر لإطلاق النار فأصيب المطلوب ميمدال لكنه لاذ بالفرار. وبتاريخ 17/4/2022 تمكن دورية من مديرية المخابرات من توقيفه في بلدة مأني البقاع، حيث نقل إلى المستشفى للمعالجة وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. إطلاق مستشفى رشية الحكومي الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح عند الأطفال. تزامنا مع إعادة تصنيفه بقرار من مجلس الوزراء من فئة جيم إلى فئة باء، أطلق مستشفى رشية الحكومي الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح عند الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب، وستشمل هذه المرحلة 15 عملية ليصبح إجمالي عدد العمليات زهاء 70 عملية لأطفال لبنانيين ومن جنسيات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية. نتشكر الفريق الطبي بمشفى رشية اللي غير له الحياة للأطفال، كانوا بحاجة عملية يعني مضطرين على عملية كرمال الوضع. المدير الطبي في مستشفى رشية الحكومي دكتور ربيع أبو شامي أوضح أنه خلال أسبوعين سوف يتم إجراء 15 عملية جراحية مختلفة نفذ بعضها بنجاح باهر، بالإضافة إلى إجراء بعض عمليات قسطرة تشخيصية للقلب لحالات جديدة ممكن أن يجرى لها عمليات جراحية لاحقا. هذه الحملة راح يتم إجراء 15 عملية قلب مفتوح
رح يصير متابعة على العمليات اللي عملوا بالسنوات السابقة، رح يصير عمليات تمييز تشخيصية لأطفال ممكن يخضعوا لجراحة بالحملات القادمة. بدورنا كمستشفى رشاية الحكومي نشكر كل ممولي الحملة، نشكر دكتور وليد سرحان وجمعية بيور هارت فاونديشن. أنوه بجهود مستشفى رشاية على إنجازه النوعي الذي يضيف لمسة إنسانية لبلسمة جراح الأطفال ونخاذ حياتهم. عمل أو رحلات الطبية اللي عم نقوم فيها، الهدف الرئيسي منها هو إنشاء فريق طبي متخصص بجراحة قلب الأطفال بالمستشفيات الحكومية، لأنه هذه المستشفى الوحيدة بلبنان اللي عم بيصير فيها عمليات جراحية للأطفال. وصرنا حاليا عاملين بحدود 60 ل 70 حالة، وهدفنا أكيد نحن نستمر بهذا الموضوع عشان الفريق كمان فريق طبي بالمستشفى يكون عنده الخبرات الكافية لنقدر نقوم بهذه الأعمال الجراحية. بس أنا سمعت إنه جاي نوفيك كاردياك ألاينس على لبنان، إنه انبسطت كتير إنه جايين على لبنان، لأنه الوضع لبنان مش كتير منيح إسا، وفي كتير أطفال بدون عملية قلب. وساطة مصرية برئاسة نجل الرئيس المصري لتهدئة الأوضاع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. وزارة الأوقاف الفلسطينية تدعو إلى النفير العام والعاهل الأردني، يدعو إسرائيل إلى وقف إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى. حصيلة الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى يوم الأحد، 17 فلسطينيا جريحا وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي المواقف أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها مسؤولية عربية إسلامية جماعية، في وقت دعت وزارة الأوقاف الفلسطينية لإعلان حالة النفير العام دفاعا عن المسجد الأقصى. أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فشدد على أننا سنواصل الدفاع عن الأقصى في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسنحسمها لصالحنا مهما طال الزمن. الرد الإسرائيلي جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأنه يجب التعامل مع المخلين بالنظام العام، والمهمة العليا تتمثل بتوفير الأمان للإسرائيليين في كل أنحاء البلاد. كما علقت الخارجية الإسرائيلية في بيان معتبرة بأن الخارجية الفلسطينية انضمت إلى الجهات المتطرفة التي تنشر الأنباء المضللة لإثارة العنف، فيما رأت الخارجية الإيرانية بأن تطبيع العلاقات مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يشجعه على تشديد العنف ضد الفلسطينيين. على صعيد مساعي التهدئة، كشفت قناة I24 إسرائيلية أن وفدا من جهاز المخابرات المصرية برئاسة نجل الرئيس المصري وصل تل أبيب لقيادة جهود الوساطة المباشرة في ظل التصعيد الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. روسيا تسقط طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بالأسلحة إلى أوكرانيا، والمفوضية الأوروبية تعلن عن تخصيص 50 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة بلاده حينما تتاح له الفرصة ليفهم ما يحدث، نافيا استسلام قواته في ماريوبول أو معرفته بعدد السكان الذين لا يزالون فيها أو عدد القتلى، ومقرا بأن الوضع في المدينة خطير للغاية. بدورها أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه تم قتل 20,300 جندي روسي وتدمير 165 طائرة و146 مروحية و773 دبابة في الفترة بين 24 شباط و17 نيسان 2022. أما الدفاع الروسية فأفادت عن مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا في أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك. بدورها كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أننا لم نتمكن من الاتفاق مع روس على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية اليوم، في وقت دمر سلاح الجو الروسي مصنعا للذخيرة في مقاطعة كييف. وفي المواقف فرضت وزارة الاقتصاد الإستونية حظرا على دخول السفن الروسية إلى الموانئ ابتداء من يوم الأحد، فيما أكد المستشار النمساوي كارل هامر أنه لم يتصافح مع بوتين ولم يرغب في ذلك.
في المقابل أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لدعم المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما جددت أوكرانيا مطالبتها ب 50 مليار دولار من مجموعة السبعة لتغطية عجز الميزانية. على صعيد النقدي، أفادت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل. زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي موجه جديد. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية لبلاده. وقالت الوكالة إن النوع الجديد من نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة له أهمية كبيرة في تعزيز قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية تكتيكية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية موعد إجراء الاختبار، لكن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عادة ما تتحدث عن أنشطة الزعيم في اليوم التالي. وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد أقل من شهر من استئناف كوريا الشمالية اختبار صواريخها الباليستية العابرة للقارات لأول مرة منذ العام 2017. ويقول مسؤولون في سول وواشنطن أيضا إن هناك دلائل على أنها قد تستأنف قريبا اختبار الأسلحة النووية. وكان كيم زار برفقة زوجته السيدة الأولى ري سول جو ضريح جده كيم إل سونغ لمناسبة الذكرى العاشرة بعد المئة لوفاته. إلى الصفحة الرياضية مع طارق غزالي. خلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من احتمالات تتويج فريقه برباعية غير مسبوقة هذا الموسم بعدما هزم غريمه مانشستر سيتي ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وتغلب ليفربول 3-2 على السيتي لينتظر مواجهة تشيلسي أو كريستال بالاس في النهائي يوم 14 أيار المقبل. وكان ليفربول قد توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في شباط الماضي ويحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز، كما تأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ليتمسك بأمل تحقيق الرباعية هذا الموسم. أنهى ساوثامبتون غيابه عن انتصارات في 5 مباريات متتالية بالدوري عندما تغلب 1-0 على أرسنال ليوجه ضربة قوية لأمال منافسه في المربع الذهبي. وتراجع أرسنال الذي سيحل ضيفا على تشيلسي الأسبوع المقبل إلى المركز السادس ويمتلك 54 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد ومتأخرا ب3 نقاط عن غريمه توتنهام، لكنه يملك مباراة مؤجلة. أحرز المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي يوفنتوس التعادل 1-1 مع بولونيا الذي أنهى المباراة ب9 لاعبين. وخذ التعادل تقريبا على أمال يوفنتوس في الصراع على اللقب. ويتأخر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بفارق 8 نقاط عن ميلان المتصدر، ويملك يوفنتوس 63 نقطة قبل 5 جولات على النهاية. ويحتل بولونيا الذي كان في طريقه لأول فوز على يوفنتوس منذ 11 عاما المركز 13 برصيد 38 نقطة. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة، ونتمنى لكم من جديد فصحا مجيدا. إلى اللقاء.